دلوقتي الدنيا اتغيرت. غرابنا اللي ليه سنين اراضي المولى عز وجل انه يتحقق. الارض بقت لينا بامر سلطاني. والامانه ما فيش اتقل منها. يا نبقوا كفوها يا تنزل بينا سابع ارض. اللي معاه ما حدش عايسيبه في حاله. قبل كده ما سابوناش في حالنا. دلوقتي الحكاية أصعب بكتير. ومين يقدر ياخد مننا حاجة ومختوة من عند الباب العالي؟ مفيش حاجة دايما يا ولد عمي. لا باب عالي ولا أقطاب. الأرض هي اللي قاعدة وإحنا عاوزين نبقوا فيها حتة منها. لا نتحلحلوا من فوقيها ولا تتزحزح هي من تحتينا. قول لنا غرضك إيه وإحنا تحت أمرك. غرضي ان كل واحد فيكم هياخد مكانه ومكانته، ياخد عياله ورجالته ويقعد على ارض ويسد فيه ونسيبه فرشوط. ما بيجيش حكايه فرشوط. خلاص فرشوط ايه؟ بيجي بوابات كبيره. اللي كانت بوابه سيوط هيقعد فيه، واللي كانت بوابه نجح حمادي هيقعد فيه، واللي كانت ديسنا، وهكذا. هقسمها 10 ولايات، واللي اشوفه كف المصلحه ويسد أشيع هو وعياله وسلاحه. ونروحوا بنفسنا ليه؟ ما نوقفوا فيها رجالة ومماليك، ونفضلوا هنا في بلادنا وعزنا. هنا المركز، وبرا فرشوط أطراف بعيدة يوقف فيها غربة بالأجرة. بدر، مفيش عز للبعيد. اللي وقعوا اللي قبلينا إنهم سندوا كتافهم على غيرهم. عاوزين النعمة تفضل نصونوها إحنا. ما عاوزينش وعاوزينها تزول نسند كتافنا على غيرنا. قرر شيخ العرب يا ولد عمي ان كل واحد فيكم يوقف في ولايه ويحميها. وانت يا شيخ اسماعيل هتقف فين؟ هتسيب هنا؟ اسماعيل كيد فاني، ماليش عنه غنى، انا اللي مسدود بيها. يا ابوي اديك اختي لو النسب زين كده ويخلي الواحد يقعد في بلده. اللي بيني وبين اسماعيل أكبر من أي حاجة. المهم بولس اكتب الشيخ عيسى الهواري أمير برديس جدع وأثبت رجولة. ده أقل واجب. ولا خليك أنت يا عيسى جاي، مفيش غنى عنك. يحيى الهواري أمير برديس طول عمرك كسر نفسي. بدر الهواري أمير قفط. زيدان الهواري أمير نجح حماد. يا رب يا رب اشوفها، ولو تفتح الشباك وتقفله تاني يا رب. لك ساعة تنفخ دخان كفاية، وعتسع وصدرك طول الليل عيخرخش. خبر ايه؟ خلي الواحد ينفخ في حاجة، يكش يموت ونام ويرتاح. بعد الشر ترتاح من ايه؟ مني؟ من كل حاجة، من الدنيا اللي ملهاش مالكة دي. تعاوز تملك الدنيا ليه؟ لا عاد، جات عندنا وحبك الزهد. كيف عيسى يملك الدنيا؟ يبقى جرف عقل حرق ابوي حاجة. حق مالكش حاجة، احلي شغل بالك، ما انت مليحة ها، وهتبقى امير برديس كمان. خدها تاني وقال لي هعوضك. اه؟ محدش ربنا اداني كل حاجة صح غير همان العز والغنى والعيال والمريسة وحب الناس والمرأة الصالحة. مرة واحدة تنين صالحين، ربنا اداله كل حاجة. هي الدنيا كده، تدي لحد حاجة وحد ما تدهوش. ايه يا صاحبي، تدي لحد كل حاجة وحد تديله بالمركوب. طير يا حمام حط يا حمام، طير يا حمام حط يا حمام، طير يا حمام حط يا جحش.
منك عليا نلعب تاني. طير يا حمام حطي يا حمام، طير يا حمام حطي يا حمام، طير يا حمام حطي يا حمام، طير يا جحش. وجعت؟ لا ما وجعتش. لا وجعت، وانا اقول لك ما وجعتش، وانا عمك واقول لك وجعت. كذاب انت كذاب. درويش هتقول ايه لعمك؟ ما جاليش حاجه. رد علي، مين دي اللي كذاب؟ ما عارفش. اطلع فوق عند امك، ما تنزلش المنطره الا لما تتعلم الادب. يلا. واحده واحده يا ولد عشان افهمك. اتحدد زين. الاربعه دول كل واحد فيهم اتشابط مع ابوي على سبب غير التاني، وفي الاخر لقيت ابوي مقتول في زرعتنا. يعني انت هتتهم الاربعه دول في دم ابوك؟ لا، واحد بس اللي قتله، بس واحد من الاربعه. كل الناس عارفين ان الاربعه كارهينه والاربعه نكروا، وانا متوكد يا شيخ العرب ان الاربعه واحد منهم قتله. وجيت لك يا شيخ العرب عايز اعرف دم ابوي عند مين. انا كنت قادر اقتلهم كلهم بعد ما كتفتهم، بس انا عايز القاتل بس. الله فهمنا. مساعد حفظ على الاربعه، ونزل والد القتيل في مضايفنا، وتعدوا عليا تاني في الليل في المنظره، وربنا كريم. اللي بعده يا بولس. فتوح شرف الدين ابو رجبه. هنمشي امتى يا ابو الدهب؟ لما نتاكد من امان الطريق يا مولاي. اهم حاجه سلامتي وسلامتك وسلامه خاتون هانا. كلهم في امان يا مولاي، كلنا في امان. اكتر من 10 سنين مرت دلوقتي ولسه بتحبها رغم تمنعها علي بك. لسه؟ ويعز عليا قوي هروبي بره مصر يا ابو الدهب. ده اضطرار مؤقت يا استاذي. بتحب مصر يا مولاي؟ أنا جيت مصر مملوك، كنت عايز أملكها زي ما ملكتني. أنت عارف لغاية النهاردة بعد السنين دي كلها بحلم إني بترمي عليا شبكة وبتخطف وبقوم بالليل وأنا مفزوع. يمكن لو ملكتها وربعت رجلي على كرسي القلعة الكابوس ده يروح يا أبو الدهب. فين علي بيك؟ كمين. انا حسن جوجو، لازم اقابل علي بيك وابو الدهب فورا. خليه يخش يا مملوك. على فين علي بيك؟ على بر الشام يا حسن يا جوجو. بل على بيت شيخ البلد، مشخت مصر عروسه تفتح ابوابها لعلي بيك. ازاي؟ كلهم اختلفوا واقتتلوا، محدش فيهم عاوز التاني يكون رئيس عليه، وجوجو أقنع الجميع بعلي بيك. جدع جوجو،